ما مدى صحة احتمالية استخدام الروس للأسلحة الكيميائية، وهو التخوف عبر عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان؟ يعني اول من تكلم عن موضوع الكيماوي كان الجيش الروسي، عندما قال انه في المنطقة الشرقية تمكن من تدمير ربما 13 مختبرا موجود قسم كبير منها تحت الأرض، ويقول انه صادر وثائق تثبت ان كان هناك تعاونا أمريكيا مع أوكرانيا لإنتاج أسلحة جرثومية في هذه المختبرات. ثم بدأنا نسمع من الجهة الأمريكية في البداية أن هذه كلها أكاذيب، وأن هذا ترويج ربما لهجوم كيماوي روسي، لذلك يتم اتهام القوات الأمريكية. بعد ذلك سمعنا تصريحات أمريكية تقول أنه فعلا هناك مختبرات، ولكن هذه المختبرات لا تعد يعني لحرب كيماوية. يعني بدأ أن هناك ارتباكا أمريكيا أو تردد أو تناقض في التصريحات. بعد ذلك القوات الروسية تقول أنها سلمت منظمة الصحة العالمية مستندات حول هذا الموضوع، وهي تطلب تصريحا من واشنطن حول هذه القضية. لذلك اعتقد انه يعني لا يمكن يعني الوثوق بالاتهامات المتبادله، ولكن ربما تتقاطع التصريحات الامريكيه مع التصريحات الروسيه بانه فعلا هناك مختبرات. نعم. ومختبرات موجوده تحت الارض وتقوم بالتحضير لعمليات او لمستحضرات كيماويه، ولكن اعتقد انه منظمه الصحه الدوليه هي التي يجب ان تقوم بتحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة لجلاء هذا الموضوع، سيد حمادة، لأن الروس يصرون أن هناك وثائق حول هذا الموضوع. سيد حمادة، حلف شمال الأطلسي من المقرر أن يجري اليوم مناورات عسكرية سميت بتمرين الاستجابة الباردة. السؤال هنا، كيف يمكن أن يساهم هذه المناورات في زيادة التصعيد والتوتر في سياق هذه الحرب القائمة حاليا؟ يعني رأينا أن الدول الموجودة إلى الغرب من أوكرانيا، وتحديدا نتكلم عن من بولندا مرورا بهنغاريا ووصولا إلى رومانيا، يعني هناك طبعا نوع من الهلع في هذه الدول، ولا سيما يعني يظهر ذلك في بولندا وفي هنغاريا، أن هذه الدول تستشعر أنه إذا الجيش الروسي دخل إلى كييف ربما سيصبح القسم الغربي يعني مسرحا لعمليات مستقبلية، وبالتالي ستصل القوات الروسية إلى حدود هذه الدول. لذلك رأينا كل هذا التصعيد في الخطاب ومحاولة الكلام عن منطقة حظر جوي أو تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أو مزيد من الطائرات. الأمريكيون لا زالوا يعني يلجمون هذه الاندفاع، ولا زالوا يصرون أنه لن يكون هناك عمليات بين الولايات المتحدة وروسيا أو بين الناتو وروسيا. الآن يعني القول بأنه هناك أو إجراء تمارين، طبعا هذه أولا لمحاولة يعني نوع من الحرب الاستباقية لسيناريوهات معينة سيتم وضعها من قبل الناتو، وربما لمرحلة متقدمة في حال يعني تداعت الأمور ووصلت فعلا القوات الروسية إلى الجهة الغربية من أوكرانيا، وبالتالي أصبحت على حدود الحلف الناتو. ولكن يعني لغاية الآن لا يزال يعني العمليات لا تتم في أرض تتبع للناتو، وبالتالي حلف الناتو غير معني بالتدخل. نعم. كل ذلك نوع من الحرب الاستباقية التي يعني تدرج فيها سيناريوهات قد تكون يعني متوقعة في ظروف معينة.